يعتبر التهاب المفاصل أحد أكثر المشاكل الطبية شيوعاً، وهو يصيب واحداً من كل 7 أشخاص. وثمة أكثر من 100 نوع من حالات التهاب المفاصل، والتي تختلف أسبابها وأعراضها وطرق علاجها. وتشتمل العلامات التحذيرية لالتهاب المفاصل على تورم في مفصل أو أكثر، تيبس صباحي متواصل، ألم متكرر في أحد المفاصل، ترافق لألم المفصل بحالات غير مبررة من ارتفاع في درجة الحرارة أو انخفاض في الوزن أو الضعف. فعند ظهور أي من هذه العلامات حديثا ودوامها لأكثر من 2 أسبوع، يجب تقييمها طبيا على الفور. من الأهمية بمكان تمييز التهاب المفاصل عن الأوجاع والآلام البسيطة كالروماتيزم لعلاج الحالة بشكل صحيح. يتبين مع الوقت أن التمرين على الأرجح الأكثر فعالية للتعامل مع أعراض التهاب